المراسلنا تواجد اليوم في نادي النصر، وكان اليوم تدشين الطقم صحيح الأطقم الخاصة بنادي النصر للموسم القادم. محمد الشراني أيضا تواجد هناك، بس يعني استعرضها بس مع الشباب، وأنه كان في من أول حفل صح لكل الأندية مع بعض. المفروض المفروض أنه في حفل جماعي لتدشين أطقم الأندية كلها، ولكن يعني السنة الماضية طبعا بعضها لم توفر الطقم الثالث أو الطقم الثاني. السنة هذه للأسف لم نشاهد التدشين بشكلها الجماعي. هو تنظيم جديد الظاهر، كل نادي يتولى تدشين الأطقم، يعني اعتقد على اساس انه على اساس انه يكون فيها اولا الراعي الرسمي يكون له يعني دور في عملية التدشين، بالإضافة الى انا اعتقد يعني يكون في خصوصية لكل نادي، وهذا افضل من اللي يكون مثلا اللي عارف تدشين جماعي. انا اعتقد انه لا يحقق اللي عارف انه كان في وقت محدد، ولكن اغلب الأندية اللي لم يكن جماعها ما التزمت بالوقت المحدد، فبالتالي لم يدش. هو ربما ضارة النادي. أنا من وجهة نظري كذا. علي كان ناخذ رأي علي معنا. أهم شيء شوف أطقم جيدة. طيب علي، كان أجمل مسألة ال خلينا نقول استعراض الأطقم في لأكثر من فريق في مناسبة واحدة. أنا أعتقد بشكل جماعي أفضل، يعني بالعكس حتى تتيح الفرصة لجميع الرياضيين للإطلاع، لأن يمكن الآن لو كل فريق يعني يستعرض الأطقم حقته بشكل انفرادي، أعتقد ما حتى تحظى بنفس الحيز الإعلامي والمتابعة والدقيقة حينما تكون هناك فرق مشتركة وفي حفل رسمي واسع. أنا أعتقد أنه ربما يمكن هناك أسباب هي ساهمت عن يعني إبعاد الفرق مجتمعة في عرض الأطقم، ولكن المفروض أنه من يعني من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم أو لجنة الاحتراف أو هيئة دوري المحترفين، المفروض أنها يعني تظهر الأسباب التي يعني أودت باتخاذ مثل هذا الإجراء، بحيث أن تكون كل الأندية يعني تستعرض أطقمها بشكل انفرادي. جماعيا أعتقد إيجابي ومفيد، وحتى إعلاميا وجماهيريا. طيب أبو حسام، راضي عن الزي النصراوي الموسم القادم يعني كذائقة بالنسبة لك كنصراوي؟ والله احنا حنكون راضيين اذا كانت النتائج زينه، واعتقد لو الطقم ما مشكله ما مهم يعني، وهذا ما يعمل جميع اكيد النتائج اهم من الزي، بس يعني كذائقه خاصه فيك. ان شاء الله يكون فال خير عليهم يعني، ويكون مثلا الموسم مغاير عن الموسم الماضي، وتكون نتائج افضل على اساس ان برضه الطقم الحالي يستمر معهم الموسم القادم في حال ان حققوا به البطوله. اكيد حيكون في تفاؤل به.